ويا هلا ويا مرحبا بكم في هذه الامسيه الجديده من اماسينا، حيث يتجدد اللقاء بكم في هذا البرنامج الذي ياتيكم كل احد وثلاثاء وخميس، لنقدم لكم ماده غنيه، ماده تهم كافه افراد الاسره، ماده تم تجهيزها وانا اعتقد بان يعني كل ما يقدم من خلال برنامج اماسي من مواد، نحن بدورنا اسره برنامج اماسي نتمنى ان هذه المواد تحوز على اعجابكم. لن اطيل في مقدمتي، بما ان اليوم الخميس نحن نبغي ان يعني نتمنى ان تقضون عطله نهايه الاسبوع وتكون عطله نهايه الاسبوع سعيده ومفيده، لكن في البدايه بمسي على زميلتي بهيثه واقولها بهيثه اسمحي لي طولت انا وياهم في البدايه، لكن تعرفين نحن متعودين على هاي النصائح. مساءك الله بالخير. اكيد مساء النور، يا هلا ومرحبا بك، شو اخبارك يا محمد؟ خير الحمد لله. كيف الاجواء ويا اضواء الشارقه؟ والله الاجواء جميله جدا ما شاء الله، يعني ما شاء الله، لكن نحن موجودين في الاستديو اليوم في الافتتاح. صحيح، لكن والله فعلا حتى من خلال النقل اللي كان عبر شاشتنا استمتعنا بهذه الاضواء جدا. ان شاء الله دائما الشارقه مشرقه وشارقه. اكيد نرحب بكل مشاهدينا وكل متابعي برنامج اماسي، مثل ما قال محمد ان اليوم نهايه الاسبوع، ونحن اليوم نتمنى ان على نهايه الاسبوع طبعا حلقتنا تنال اعجابكم، ونحن متاكدين انها بتنال اعجابكم اكيد بضيفنا اليوم اللي بنستمتع جدا بلقائه. في البدايه نحن نتمنى تواصلكم ويانا عبر طرق التواصل، ايميل البرنامج amasi@smc.ae، ايضا يمكنكم التواصل عبر صفحات التواصل الاجتماعي، صفحه البرنامج على الفيسبوك، وايضا صفحتنا على تويتر، وايضا ارقام الهواتف بتظهر لكم على الشاشه، ونحن بانتظار مشاركتكم. وطبعا مثل ما قلنا لكم اليوم حلقه مختلفه محمد. صحيح بهيثة، مشاهدينا الكرام، حلقه اليوم حلقه خاصه ومتميزه، فضيفكم قبل ما يكون ضيفنا شاعر متالق غزير ومتنوع العطاء، صاحب مشوار ومسيرة شعرية لها بصمتها وتميزها. صحيح مشاهدينا، ضيفنا هو نجم من نجوم الكلمة، شاعر من رواد الشعر الشعبي الإماراتي والخليجي. مشاهدينا حلقة اليوم حلقة مميزة لأن ضيفنا ضيف متميز، رجل من رجالات الشعر النبطي وصاحب إسهامات متميزة مؤثرة في الشعر الإماراتي. نعم مشاهدينا، ضيفنا ونجم أمسيتنا لهذا اليوم هو شاعر اليراع والشراع، الشاعر الإماراتي الكبير حميد بن ذيبان المنصوري. حياك الله، أهلا وسهلا. الله يحييهم ويرضى عليهم ويمل حالهم، يعطيتوني حجم أظن تثجيل علي. لا والله تستاهله، تستاهل أكثر. هذا كرم منكم، الله يطول. لكن في البداية أشكركم على استضافتكم لي، وأتمنى أن أكون ضيف مبثجي لا عليكم ولا على المشاهدين. الله يطول. حياك الله يا مرحبا. وخليفة نحن نبتدي من ربما يعني الأيام القلائل الأخيرة، ربما يعني لم تتجاوز يوم واحد أو يومين إن كثرنا فيها، كان هناك فعالية ربما جذبت جميع أصحاب الكلمة الراقية، أصحاب الكلمة المعبرة، أصحاب كلمة الشعر، كذلك المحبين والمتابعين للشعر الشعبي من خلال مهرجان الشارقة للشعر الشعبي. كرمت، وهذه فرصة أن نحن نقول لك ألف مبروك، تكريم صادف أهله ما في شك. يعني سؤال أكيد يطرح نفسه، هذا التكريم ماذا يعني لأبو خليفة، خصوصا أن هذا التكريم جاء من لدن سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي. ما عليك مكسور، قلت لي هذا الشيء تكريم. نعم صحيح. فمعنى كلمة تكريم هي روحها تعبر عن معناها. صحيح. تقول وقار، وتقول حشمة، وتقول احترام، وتقول تقدير. صحيح. وتقول مكانة، هذه كلها تسمى تكريم. نعم. التكريم مهما كان من أي جهة ومن أي شخص له مكانته الخاصة في نفس المكرم. صحيح. فما بالك إذا كان التكريم من إمارة الشارجة عاصمة الثقافة. صحيح. هذا رقم واحد. رقم اثنين، من صاحب السمو الشيخ سلطان محمد القاسمي الدكتور وحاكم الشارجة وعضو المجلس الأعلى. صحيح. هذه المكانة كلها، هذا الهرم الكبير، فكرك ما يعطي معنى في نفس الشاعر؟ ما في شك. صحيح. لكن المشكلة وما فيها بعد هذا التكريم، أنت ملزم أنك تقول شيء جديد، تبدع.
صحيح. سمعت صحيح. تعصر عصارة مخك مو بمخك، عصارة مخك صحيح. عشان ترضي منه كنت أنت في محيط محدود بين معارفك بين ربعك بين جماعتك، لكن يوم عطوك هذا الحجم كله أنت لازم تعطي أكثر وأكثر، سواء كنت أنا ولا كان غيري. نعم. فالتكريم شرف الكل شاعر والكل أديب والكل محب للشعر. صحيح. وأنت قدها يا أبو خليفة يعني. هذا من وين جاي؟ من رأس الهرم. صحيح. الله يطول في عمرك. شيخ ودكتور وحاكم. وشاعر. إحنا لو قلنا شيخ. نعم. بنتجاوز عنها، لكن الشيخ وحاكم. صحيح. نعم. صحيح. وفي نفس الوقت أكيد. شخصية متواضعة مميزة. صحيح. مرحة. صحيح. أنا صحيح ما جلست وياه وايد، ممكن جلست وياه مرتين. صحيح. هاي المرة الثانية. نعم. لكن أقدر أقول لك شخص نفس صغيرة. صحيح. ومكانته عالية. الله يطول صحيح. في عمره يا رب. الله يطول عمره ويطول عمر الجميع إن شاء الله. آمين آمين. إن شاء الله. فبالتالي عاد هذا اللي صار. صدقت. لو عندنا كلام بعد أحسن من هذا أو تعبير أفضل من هذا ما بنبخل بعده، لكن هذا ما أعطانا لسانة شو تسوي بنا؟ لا بتسمعنا أنت مجهز لنا مفاجآت لو بخل علينا سامحونا يعني. الله يطول عمرك ما تقصر. إنزين بما أن يعني هذه الأيام نحن نعيش في أجواء المهرجان، ويمكن باكر إن شاء الله هو يعني ختام هذا المهرجان، وهاي الأيام فعلا عشنا يعني أيام جميلة جدا، ثقافية شعرية روعة. اليوم كيف ترى مهرجان الشارقة للشعر الشعبي، وكيف ترى أهميته في المشهد الثقافي الإماراتي والخليجي وأيضا العربي؟ هذا تقييمي أنا، لا ما ظنتي أوصل له تواضع. لا مو مسألة تواضع، لكن المهرجان بكله بكماله بجاهه بزهوة، هذا يعني شيء وايد للثقافة للإمارة للوطن للدولة بصورة كاملة، للشعراء والأدباء اسمع وأهل الوطن وأهل الشارجة خاصة ونحن عامة. فهذا يعطي دافع لكل أديب ولكل كاتب ولكل إعلامي، ها ولكل إعلامي تراني أرددها صحيح، هي ولكل شاعر أنه يعطي اللي يقدر عليه واللي ما يقدر عليه. صدقت. وأظن شبابنا أو شعرانا في دولة الإمارات ما شاء الله ثروة كبيرة أكيد وأعداد وايد. ها في الزمان الأول يوم يطلع شاعر في فريج يفتخر حتى يارا يقول أنا ساكن يم بيت الشاعر الفلاني. صدق. صحيح. صدق. وإذا صلى ويا واحد في المسجد وصلى عدال قال أنا صليت يم بالشاعر. صدق. فتكريمهم شو كانوا؟ كانوا بطاريه وهذه مقدرتهم. صحيح. لكن اليوم تكريم الشاعر تغير، صارت لها مراسيم وصارت لمهرجانات. صحيح. وهذا يعتبر كرم منهم. صحيح. يعني كلمة كلو قلتها وقصيدة كلو قلتها لا تخاف عليها تضيع، في أيادي أمينة تحافظ عليها، لو أنت ما تحافظ عليها أنت من تطلعها من مخباك قصيدتك مبلك. صحيح. أصبحت للغير. صحيح. صحيح. فبالتالي ما تحاتي ما نحاتي شيء. صحيح. أبو خليفة اليوم يعني من تجربة طوال هذه المسيرة الحافلة، الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله يا شاء الله. رب، هل تشوف أن شاعر الإماراتي أخذ حقه من الناحية الإعلامية، سواء كان الإعلام المحلي أو الإعلام الخليجي كذلك؟ أنا بوجز لك هذا الكلام في كلمتين. الشعراء ما عليها مقصور ولا منها مقصور. نعم. يعني حقهم ما أخذينه والحق اللي عليهم مدينه. نعم. صدقت. فما عليها أي قصور يعني. صحيح. لا من الإعلام ولا من المسؤولين ولا من قادة وقادة المسؤولين. نعم. صدقت. إنزين أبو خليفة اليوم مثلا يعني في شعراء يكرموا شعراء مثلا لم يتم تكريمهم، متى تحس أن الشاعر يجب أن يكرم سواء من الجهات الإعلامية من جهات أخرى، متى تحس الشاعر يجب أن يكرم، أو شو المواصفات اللي في الشاعر لازم تكون متوفرة حتى أنه يكرم أو يستحق التكريم؟ هذا السؤال الله يخليك يجب أن يطرح على لجنة الاختيار اللي اختارت نوعية من الشعراء
وقالت هذه اللي يستاهلون نعم. التكريم. لكنك شاعر لك ايضا باع طويل في الشعر صح ولا لا محمد؟ وفي النهايه اللجنه كلهم شعراء منكم وفيكم يعني صحيح، وانت كرمت ايضا اللجنه كلهم شعراء منا وفينا لكن انا ما اقدر اعرف خاصيتهم هم على اي شيء، على اي عنصر من العناصر يبنون اختيارهم. لا صحيح. نتكلم عن النظره الشعريه، انت كشاعر وعشت فتره اللي يعطي من الواقع ولا يظهر عنه ولا يتخيل اشياء وايد بعيده عنه، هذا هو اللي يستحق التكريم. ابو خليفه نحن اكيد يهمنا، يهم الساده المشاهدين ان يعرفون بدايه ابو خليفه الشعريه متى كانت، هذه الموهبه كيف برزت، قبل لا تبرز بداياتها كيف؟ انا بسمع ممكن الاجابه ابو خليفه، لكن نحن اليوم بعد نبغي نسمع شيء من قصيدك الطيب يا ابو خليفه، شو حابب تسمعنا؟ شو تبغى قبل السالفه ولا القصيده؟ لا نبغى القصيده اول. القصيدة. اول بادي القصيده نعم. هي هاي الله يخليك القصيده ولا حقران على بنتنا. نعم. هاي قصيده مهداه لصاحب السمو الشيخ سلطان. نعم. على ما قام به. نعم. لكن اللي قام به لو قارناه محيط. صدق. ولو قارنا القصيدة نقطة مطر. الله يطول. فشوف الفرق بين قطرة المطر في محيط شو تطلع. نعم. لكن نعم. هذا اللي نقدر عليه. يستاهل أبو محمد. ونتمنى قبولها. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. تقول القصيدة، أنا ما قلت القصيدة اللي تقولها. تقول أهديت جيلي صوب من النباناب. أهديت جيلي صوب من النباناب. ذخر الديار ومعدن اليود والطيب. واهديه من الخاطر تحايا وترحاب ما تنحصاب حساب رقم الحساسيب اشهى من السكر اللي ذوب وذاب في الدر واشهى من جميع المشاريب وزفها عذراء بلا ستر وحجاب ومرصعه باغلى اليواقيت والطيب في محفل ما فيه عايب ومن عاب نخبه شباب وفخر حضره معازيب صفوه هالشيمات زاشين الانساب اهل الشهام اللي تعرف المواجيب يقول لي يا ناس القوم انت رهب الاسد في الغاب عالي الجناب وحس عالي المراتيب ما بشتكي دهري زعيمي من الانشاب ولا بشتكي فرقاه حلو التساليب ليدون وصله من الستر الف حجاب وملاطفاته تبري اليرح ويطيب بس الهوى يا معدن اليود بس الهوى يا معدن اليود غلاب ما ينغزى برشاب ضمر سلاهيب ولا ينقرى في حرفنه سرد واعراب ولا يعلمه يا غير لي يعلم الغيب أهوى الهوى ليهب من الغرب نتشاب شرتاه ومصلب هبوبة من المغيب وأعزى عزيز النفس ليل النبا جاب أخشى اللوايم وانقد الشين والعيب شيخي نصيتك يوم فرخ الصبا شاب وانت الذي تدري متى يعوي الذيب سلامتكم. الله 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 صح لسانك عليكم قصيدة جميلة صحيح. ويستاهلها أبو محمد ويعني مثل ما أنت تفضلت هذا تعبير بسيط منك يعني لصاحب الايادي البيضاء صاحب سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي اكيد يستاهل الاكثر والاكثر والاكثر لكن هاي مقدرتنا شو نسوي؟ لا بالعكس كفيت ووفيت يا طويل العمر تسلم الله يحفظك ابو خليفه البدايه حدثنا عن البدايه البدايه يا طويل العمر سالفتها طويله لو بنجلس لين الصبح ما تخلص لا احنا نبغى الزبده بس الزبده بنعطيك اياها هذا طال عمرك ولا حقران على بنتنا في عمر 17 سنة أنا نفسي هبقار أشوف شيء بيطلع شيء قصيد وأنا من عادتي أحب أقرأ القصيد وأحب أشل به وأحب بس ما أغنيها فشفت نفسي عاد عندي شوية كم من كلمة بقولها وقلت إنه فرحت بن ما شاء الله هي هن ما زادن عن 4 أبيات 5 أبيات لكن كانت بالنسبة لي جوهرة بينك وبين نفسك هي هي بيني وبين نفسي تروع طلع على الغير خلي يضحك عليه بعد فاقول انت جار الزمان عقب سنه في سنه 18 19 جار علي الزمان شوي انزين وخذ مني شيبتيه من وقت الله يغفر له ويرحمه يطول حملني طال عمرك يرحمه يا رب الجميع ان شاء الله نعم. وحملني مسؤوليه المسؤوليه خذتني وسرت فيها صديت عن الشعر وعن كل شيء تميت إلا ورا مسؤوليتي يلا يلا أوصلها البر ولا ما أقدر وبتوفيق من ربك وناس بعد قاموا بالواجب وصلنا الأمانة إلى بر إلى
بر الأمان، وتقريبا المسؤولية بدأت تخف والغبار بدأ يطيح عن كلادمي وهزمت خفيف. صدفة شقى هذا المفتاح لقفته ما أدري به، هو لقفني ولا أنا لقفته فتح القفول كلها. هذا تقريبا في 45 سنة. هي ما شاء الله عليه، شوفوا من 17 إلى 42 45 في هذا عمر، شفت عمر هي. لكن هذا مفتاح عود، هذا ما نتفكك منه. قول أنت بطل القفول واشتغلت القريحة وزمت عاد أسير فيه وساير فيه. يا بدايته كانت كسر هوس سمعت، وفن في نفس الوقت، وسلوى للنفس وتنفس. فبدأ عاد ينمو عندي ويكبر ويكبر ويكبر، لكن عاد أنا كبرته على قد ما أقدر. بعد أكثر ما أقدر ما حد يطالب مني شيء. لا صدق، لا حد طالب حد. وهذه سالفتي ويا القصيد. ما شاء الله. شيء طيب. أكيد بنتكلم أكثر عن هذا المشوار، لكن بنتوقف يعني ثواني بسيطة لفاصل قصير ونرجع لكم مشاهدينا. فيك هين وأنت فيا، وكلما جربت وعيا جرني كي أحلم. وورد إذا ورد البحيرة شاربا ورد الفرات زائره والنيل. الناس بدأت تفهم بعض الكلمات لأن صارت تشاهد. سيبقى المسرح ما بقي الإنسان. المبدع عادة يحاول أن يجد مدينة فاضلة في ذاكرته. نرجو أن نرقى لمستوى اهتمامكم، وأن نحاول أن ندون بدقة شهاداتنا فوق السطر ما أمكن، أن نكون دقيقين ما أمكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخط المباشر. نستمع إليكم. أنا أريد أقدم شكوى. محطة شكرا لاهتمامكم، متواصل في موضوع مثل هذا. نتحاور. وتم نقلها إلى قسم آخر. بعدين كل شيء بعد على المسؤولين. في بعض المسائل يعني متفق فيها. الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نمد جسور التواصل ونناقش القضايا. نتواصل مع محمد خضر. أترك ذلك من ضمن الرسائل القصيرة. حسن يعقوب. موظفي المؤسسات الحكومية. ومحمد السويدي. ثم شو الإثباتات اللي عندهم؟ بحيث في الأخير إحنا نقول لنا حق لنا نشتكي عليهم ولا ما لنا حق. الخط المباشر من الأحد إلى الخميس في 1:30 ظهرا. حياكم الله من جديد مشاهدينا، وما زلنا متواصلين وياكم. نرجع لك شاعرنا، يعني محمد فتح موضوع أو ثغرة حلوة عن البدايات وعن هذا المشوار. ذكرت أن هذا عمر يعني من 17 إلى ذاك العمر للأربعينات. إنزين، هذا العمر يعني مرحلة حافلة ومميزة في حياتك الشعرية والثقافية، يعني أكيد في محطات هامة في حياتك مريت عليه خلال هاي الرحلة المميزة. لو تخبرنا عن بعض هذه المراحل، بعض المحطات المهمة. قصدك فترة انقطاع الشعر ولا فترة لا، ذروة الشعر؟ ها؟ فترة ذروة الشعر. ذروة الشعر. والله طال عمرك شو بقول؟ أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أكيد في مطبات مرت عليك يا لادمي، وفي مصاعيد، واللي ما ينزل في المطبات ما يقدر يذب المصاعيد. فهذا شيء طبيعي في حياة الإنسان. البحر بطوله وعرضه يمد ويجزر. صحيح. اللي هو يشتد ويهون. أكيد الإنسان يمر في حياته بأشياء وايد، خاصة إذا كان فقد والدي قبل، وبعدين حمل مسؤولية وهو صغير، فأصبحت الحياة صقلتنه صقل كامل. أي مشكلة كبيرة يهونها من نفسه، وأي فرحة
يمتصة ما تغطي صحيح. عليه ولا تطغي صحيح. فبالتالي القصيد هوس صحيح والحياة مزاج ها وكل مزاج لطعمه نعم. يعني نعم. إن أنت تعيش في ملكوت أنت ترسمه لنفسك نعم. إلا إذا فرضت عليك الظروف أشياء ثانية غصبا عليك لازم عليك تسايرها وما تمشي عكس التيار صحيح صدقت. إنزين أبو خليفة اليوم الشعر أنت تشوفه من وجهة نظرك كصاحب تجربة شعرية بديت منذ الصغر وقفت لفترة معينة بسبب الظروف ورجعت مرة ثانية هل تشوف بأن اليوم دور الشعر الحين في الوقت هذا مثل الدور اللي كان يؤدي الشعر في الوقت السابق وشو السبب؟ أول شيء دور الشعر في السابق الشعر والقصيد ما يوصل إلى المتلقي بنفس الأسلوب اللي تلقاه المستمع اليوم أو المشاهد حتى يوصله ببطء عن طريق ميالس عن طريق تناقل من فلان لفلان هذا حافظ قصيدة بن ذيبان مثلا هذاك حافظ قصيدة الجمري صدق. ومع العلم أنه ما في مقارنة بين بن ذيبان والجمري وين الجمري وين بن ذيبان فالتواصل بينهم بس عن طريق الحفظ أنا جبت القصيدة هذا حفظها والثاني حفظها والثالث انتشرت بعدين استوت بالشرايط ها عقب استوت بالشرايط أقول عقب هذا العقب وصلت للشرايط ولا قبل ما كانت شرايط ما شي شرايط لا حتى يوم نسميهن قوانات كبار ما دي وين يسجلون بشتختها بشتختها لكن ما فيها قصيدة كلها فيها أغاني جميل جميل أكيد الحوار وياك شيق جدا لكن هم بعد نحن مشتاقين أن نسمع منك من هالكلام العذب فشو تسمعنا الحين تبين قصيدة؟ هي طيب فالك ما يخيب يقول أعزاز وطلب ترخيص الله يطول عمرك ما عليك زود نحن بنسمعكم قصيدة عنوانها ما له شبه الله لكن موضوعها عن الغوص وايامه ها وما معناه في حاضرنا معنى على العموم القصيدة بتعبر عن ما فيها وإن شاء الله ما نسيت شيء إن شاء الله تقول القصيدة الغوص قرب الغوص قرب موعده مسمحان وقته بشر به والغرب يعز ذكرى غلاها غرس في قلوب عربان مده لكسب الكد ميحانها حز ماضي ويروي طور عن سالف أزمان باجي ونفخر به به الحاضر اعتز واجب علينا نوفي الدين ديان من بعض حقه ويسمح ان بدنا عجز واجب علينا نوفي الدين ديان من بعض حقه ويسمح ان بدنا عجز ما هو هوز ولا تسلي وسلوان حاضر بلا ماضي مذاقن بلا مز ما هو هوس ولا تسلي وسلوان حاضر بلا ماضي مذاقم بلا مز لجله نفرنا شيب مع جمع شبان ولا الجوائز لمعنا مرتبة فرز نصرف كثر هنزود آله وسامان صمت الهوس والدز من كثرة المز نصرف كثر هنزود آله وسامان صمت الهوس والدز من كثرة المز واحنا بعز شيوخنا نرتفع شان بين الامم من عزهم نعتلي عز إلنا هويتنا كما صرح بنيان شامخ لمع باسم الامارات يميز إلنا هويتنا نعم كما صرح بنيان صدق ولا لا صدقت إلنا هويتنا كما صرح بنيان شامخ لمع باسم الامارات يميز يسوقنا ربان بسناد سكان ثابت عن مجرى سند غيره يفز يسوقنا ربان بسناد سكان ثابت عن مجرى سند غيره يفز يعني يطوف نعم ما له شبه في جمع مجمول الاوطان وانحزت الحزه له النايز رز قايد سفينتنا عجيد وربان مبعد مداه وعزه الرب واعتز هذا خليفة بالتعاون مع أخوان
وانجالهم لأهل الوطن ثروة وكنز، يبدي بشاشة صوب كل من لفوحان، يبدي بشاشة صوب كل من لفوحان، جدواه لكن للبخص عينه تخز، يحوي مهابة من سماته وسمحان، طود الشوامخ عن مدى سيره تلز، حتى البحر لو عيد ولا بطوفان لجله يبدل عي خبه ويربز، عشنا عشنا بعزة نفس كله علشان حب الوطن وشيوخنا قدوة ورمز. سلامتكم. صح لسانك. صيدة جميلة و... جدا. ويستاهل أبو سلطان الله يطول في عمره. يستاهل الوطن. الشيخ خليفة ويستاهل الوطن كذلك. صحيح صدق. جميل. صدق. إنزين يعني ما شاء الله عليك ذكرت البحر وتحب البحر، تعلقت تأثرت أيضا بالبحر سواء على المستوى يعني الشخصي أو الشعري. خبرنا شو علاقتك اليوم بالبحر أو كيف توصف لنا البحر؟ تبين علاقتي اليوم بالبحر؟ من زمان طبعاً. من زمان بالبحر. أي. اليوم لوين وصلت علاقتك بالبحر؟ علاقتي بالبحر الحين طال عمرك عاد مر وما أقول كبرت بعد بيطيح سوقي ما يصير. لا مو بس كذا يعني أثر بعد البحر على شعرك؟ لا. نلاحظ يعني. لا شوف الشعر بالنسبة لي البحر أغلب مفرداتي. ما شاء الله عليك. عشان كذا سموه. إيه فنحن عشنا بيننا وبين ساحل البحر يمكن 50 ذراع. نحن صغار السمك مو بأكثر منا يعيش في البحر، على أيامنا لعبنا فيه، صيد سمكنا فيه، مضاربنا فيه، تعلمنا السباحة فيه وعلمنا السباحة فيه، وسرنا ما أقول سرنا الغوص، لا لا سرنا هني منطقة صغيرة يسمونها القحة، هذا غوص يومي يسير المجيل ويوم بعد ذيك الساعة 2-3 رديت على ساحل السيف هناك ونزلت محارك والعصر صرت تفلقة ويلا حصلت خشرة حصلت تبراح حصلت دانة حصلت والدنيا سايدة. فصارت ارتباط البحر بي له جاذبية خاصة في نفسي. يعني إذا ما سمع أي موية في ذنية ولا كأني ما سمعت نغم ولا سمعت موسيقى. شوف كل المعزوفات هذه تقصر عن سماعي لأي موية، مثل اليوم يقول الهمس والليل ومواج البحر زفة، تتمازج أنغام من نسمة هو هفة، تشدي مسامع مصاغي صب سامعها والهان مغرب يناجي بالسمر والفة. والفة فهذا ارتباطي بالبحر هذا طال عمرك يعني جزء مني وأنا جزء منه. صحيح. يسمونك لها السبب شاعر الإيراع والشراع، يعني هو في الأصل كنت أرمز باسم عاشق البحر. أها. هذا اللي قبل يوم كانت عندي مهابة من الشعراء ما أبرز اسمي فكان الاسم اللي نعم عاشق البحر، لكن في التكريم كرموني بالاسم هذا بعد. إيه ما شاء الله عليك. هذا اللي جديد العين. صدق. هي تو لكن بيحملني طاقة كبيرة. صدق. الله يعيني عليها. شو يعني لك إنزين هذا اللقب؟ شراع. هي نعم. شاعر يعني الإيراع والشراع. ميزوني عن بقية الشعراء خلوهم في البر وحطوني في البحر. صدق. جميل. إنزين اليوم يعني إيش كثر البيئة تأثر على الشاعر وعلى قصيدة، يعني البيئة اللي عايش فيها إيش كثر يعني أنت اليوم مثلا تحب البحر وايد تأثر قصيدك بالبحر، فإيش كثر البيئة تأثر على الشاعر وعلى قصيدة؟ إذا حد يبي يتداخل ويانا نحن ما عندنا مشكلة أبو خليفة. طيب الجواب عندك حياة. نحن نقول الحين عن البحر أو عن البيئة. نعم. البيئة طال عمرك ولا حقران على معزبنا الله يطول عمرك تأثر في نفس الشاعر، يربى فيها. نعم. ويتربى فيها ويأكل منها ويلعب فيها ويقضي شبابه. أنت إذا تأكل ويب شهية وتعيبك تسمسك بها. صحيح. فما بالك من حياة عايشنها ومأثرة في نفسك ورابط طنك ارتباط كلي، خاصة تراب دولة الإمارات إذا ربطك ما تتفكك منه. صدقني تراك تمل وتقول بسافر. نعم. تاخذ لك 2-3 وإلى الحنين. صدقت. شذ بدأ يجرك يقول لك ماشي ماشي صدقت. ماشي كراسي قلت لا خذوا زيادة وطلعوا. صدقت. هذه الجاذبية اللي في الأرض هذه شو سرها وشو سببها نحن ما ندري.
صدقت. هي حتى من قبل قيام دولة الإمارات وترابطنا مع بعضنا البعض. نعم. كنا مترابطين تلقائي. هذا ابن عم وهذا ابن خال وهذا نسيب وهذا خوي. نعم. سمعت. لكن يوم حبينا نكبر الحجم ونخلي في إطار واحد الله يغفر له ويرحمه الشيخ زايد. هي نعم. آمين. تزعم الحملة ولملم الشمل وجمعنا تحت سقف واحد. صدقت. وعلى أرض واحدة وعلم واحد. نعم. وإحنا في الأصل بيت واحد. نعم. نعم. وقالها الشيخ محمد. الشيخ محمد. الله يطول فيك. إحنا بيت واحد. صدقت. وهذا الكلام صح. صدقت. أبو خليفة يقولون إن الشاعر يعني أو يقولون إن القصيدة تحديدا خلنا نقول يعني تكتب نفسها في عقل الشاعر. ومن ثم تتدفق هذه القصيدة لترى نفسها مخطوطة في النور. في النور بالضبط. بالضبط. اليوم بخليفة متى يكتب القصيدة؟ أكتب القصيدة طال عمرك إذا صابني الهوس. والهوس ما يجي إلا عن ولع. إذا كان الشخص مولع بأي حاجة كانت يراوده هاجوسه سمعت وينزل عليه شيطانه غصبا عليه يبقى يرقد ولا ما يرقد يبدأ يكتب. نعم. فيراودك لسبب محرك. صدقت. اي هذا الشيء المحرك ما تقول انا بكتب اجيك تلقائي. نعم. لكن متى يجيك انت من ملك نفسك. صدقت. انت ملك الهاجوس. صحيح. انزين اليوم ما شاء الله قصايدك يعني منوعه فيها الوصف فيها المدح الغزل الرثاء الحنين يعني منوعة في كل. أنا بعدني ما قلت غزل. لا بس بشكل بشكل عام قصايدك حتى يمكن كنا نتكلم قبل. لا بنختمها بغزل. بنختمها أكيد. بغزل. اليوم يعني شو أكثر نوع من القصايد أنت يستهويك؟ مو بأنا وأعوذ بالله من كلمة أنا. الغزل يستهوي الشعراء كلهم بنسبة 99% هذا إذا ما كانوا 100%. صحيح. وأنا واحد من جملتهم. يعني أكثر شيء الغزل. هذا سوق الغزل. سي أبو خليفة. سوقه أقوى. نعم. صدقت. أبو خليفة. ما عاد من سوقه التجاري ها. زين أبو خليفة أثريت كذلك الساحة الغنائية بقصايدك. لا لا ما ما. لا أثريته. لا مو بنا. ها. عن غلط مو بنا. زين هاي اللي هو عبد الله بن ذيبان. هي هي ولا انا قصايدي ما تتغنى. ليش؟ ما يشتهون مفرداتها قديمه. يعني ما حد غنى لك من المطربين؟ لا 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 ما حد غنى لي. ما حد. ها هي حتى لو يبون ما اعطي. صدق؟ اي نعم. ليش عاد؟ ما رو موضحني. ها اي بنفضح المطربين. انزين اليوم كذلك ما شاء الله يعني المراه كذلك اصبحت يعني ملازمه تكتب. للرجل في هذا المجال اصبحت تكتب كذلك. شعر المرأة ربما يعني نال التكريم وربما عندنا سيدة الشعر عوشة بنت خليفة السويدي الله يرزقها الصحة والعافية. آمين. كل تأكيد. ماذا يعني وجود الشاعرات اليوم في هذا المجال؟ هل أصبحن منافسات للرجل ولا الشاعرة تكتب بمزاج خاص؟ لا شوف هو ما شيء في الشعر اسمه تزاحم ولا منافسة. الأنثى شعورها ميوله أقرب إلى الأنثى فتلاقي كلامها في رقة في لطافة في عاطفة في أنثوية. فالأنثى موجودة ويا الإنسان في حياته. الذكر من دون الأنثى ما يقدر يعيش. صدق. والأنثى من دون الذكر أيضا ما تقدر. فما بالك إذا وجدت وياه في مثل مكان أديبة شاعرة مدرسة دكتورة فدخلت كل المجالات وما شاء الله فتياتنا تفوقوا ما شاء الله شقوا طريق طويل. نعم نعم. وهذا شيء نحن نفتخر فيه. صحيح. شيء يشرفنا. صحيح. يعني بناتنا شالات مسؤوليه. اذا شو ينقص هالجيل الحين الجيل الحالي من الشعراء هذيل شو ينقصهم؟ ما ينقصهم شيء ابدا. كل شيء عندهم. كل شيء عندهم. صح. كل شيء كل وسائل الخدمه والتشجيع والعناية والرعاية كلها موجودة. وين أول وين الحين؟ ماشي. صح. أول مساكين يوم
بتوصل قصيدتي الى راس الخيمه تبقى 6 سنين يلا يلا توصل راس الخيمه واليوم ما تاخذ 6 ثواني فعلا يعني الزمن يتغير الزمن يتغير صحيح ابو خليفه قلت قبل شوي يعني على سؤال اخوي محمد انه يمكن الشعراء او الفنانين ما ياخذون قصيدك لان المفرده قديمه انزين اليوم هذا الشعر الشعبي او المفرده القديمه هي هذه التراث والاصل اليوم يعني شو ينقصها حتى توصل وتنطلق عربيا يعني وعالميا وهل اليوم في عصر العولمة والتقدم صار الكلمة الشعبية أو المفردة الشعبية يعني صعبة أنها توصل أكيد بنسمع منك الإجابة لكن عشان مخرجنا يعني ما يعصب علينا عندنا اتصال من بوظبي السلام عليكم يا خليفة خليل خليل أي خليفة منو خليفة هذا خليل 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام والرحمة. في اسمي ولا بغير اسم محمد بعد أنا بحطه إبراهيم. لا خليل خليل والنعم. كيف؟ الله يطول عمرك أهلا وسهلا. شو صحتك يعطيك العافية. الحمد لله الله يسلمك. تحية شعرنا الكبير أبو خليفة يعطيه العافية. عافيك. وتكريم فعلا يا في وقته وتستاهل كل خير أنت والشعراء اللي وياك كلهم في الوطن العربي والخليج العربي. نعم. الله يسلم هذا مو غريبة على سمو الشيخ دكتور سلطان على هذا التكريم ويستاهلون صدقت الأول والطيب اللي بدأ الشعر الصحيح والحقيقي الصراحة صدقت أبو جراح شو سؤالك قل لنا بسرعة سؤالي يا طويل العمر عن ذكرياته مع الشيخ عيسى بن راشد الله يحفظه ويعطي الصحة والعافية إن شاء الله حاضر بتسمع اللي جابه منه أكيد ونبي قصيدة غزلية خاصة اليوم مناسبة ويكند صدقت لا نحن بنختمها بغزل إن شاء الله حاضرين حاضرين تسلم يا أبو جراح الله يطول عمرك مشكور شكرا أيضا نأخذ اتصال آخر أم أحمد من الشارجة السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا مرحبا لو سأل فيكم وهذا أول اتصال أنا اتصل فيكم وشاركت معاكم والله نتشرف يا أم أحمد زين اللي غطيتكم اليوم في المجاز والبحيرة الله يسلمك وهذا شيء يعني يسعدنا ويسعد صدورنا الله يسلمك والله لو كنا نقدر يعني كان رحنا وشاركينا بس نعم. نطلب السمو محمد الشيخ كبار السن ما يقدرون يشاركوا الله يعطيك العافية والصحة أم أحمد 9 أيام المهرجان مستمر يعني إذا مو باليوم باكر اللي عقبه لا أنا ما أقدر يعني صحتي ما تسمح الله يعطيك العافية أنا أحب هاي الأشياء وأفتخر في دولتي إن هي تسوي هاي الأشياء الله يسلمك الله يسلمك وأحيي شاعر بن ديبان الله يجزاه خير وهو راعي بحار وأنا راعي بحار وأحب والف البحار وأحب السباحة وأحب كل شيء وأنا سعيدة أني اليوم ألتقي فيه لأن أنا كنت من زمان أسمع له وانقطعت حوالي 20 سنة ما سمعت له أي برامج فحياك الله يا شاعر هذا شيء يشرفني الله يسلمك مشكورة يا أم أحمد مشكورة لحظة بس لحظة نعم. لحظة بس أنا أحب أبغي قصيدة للشيخ زايد الله يغفر له ويرحمه يعني طلب خاص من الشاعر إن شاء الله الله يعطيك العافية الشيخ سلطان الله يطول عمره آمين كل شيء يسويه لنا الله يبارك فيه آمين في عمره إن شاء الله ويعطي الصحة والعافية آمين يا رب وهذا أبونا ونحن نفتخر فيه صدقتي في كل مكان ونفتخر في الشارجة صدقتي والعاصمة الثقافية وأنا سمعت سؤال في التلفزيون بس أنا بسبب ظروفي الصحية ما جاوبت عليه نعم كان ساري هذاك 2013 نعم نعم بتكون شارجة العاصمة الإسلامية على ما أعتقد أن في شيء في العراق بيكون وياها 2014 إن شاء الله 2014 نعم الذاكرة شوي نعم نعم يعطيك العافية ومشكورة أم أحمد مشكورة يا أم أحمد شكرا على اتصالك كان يسألك أبو جراح قبل اتصال أم أحمد شو علاقتك بالشيخ عيسى بن راشد عيسى بن راشد ما بيني وبينه علاقة إلا التواصل الروحي ما شاء الله ولا لا أعرفه إلا بالتلفزيون ولا يعرفني إلا بالاسم ما شاء الله صدق. يعطيك العافية إنزين يعني سؤال بشيف خاطرنا نسألك يا اليوم مثلا كل شاعر عليه نقد سواء كان كل شاعر عليه شو نقد. ينتقدونه يعني هل أنت تتقبل النقد ولا ترفض النقد ما تحب تسمع النقد من أحد
هو طال عمرك الحين النقد بلساني ولا بلسان غيري؟ لا بلسان غيرك إذا حد ينتقدك. أقدر أربطه؟ حد يقدر يربط لسان غيري؟ لا طبعا. يقول لو اللي يقول اللسان ما في عظم. بس تتقبل يعني إن حد مثلا ينتقدك في شيء ولا تضايق من هالشيء؟ أنا أعتبر النقد بالنسبة لي توجيه. صحيح. جايز عيني غافلة عن شيء، ذهني شارد عن فكر. نعم. فاللي بينتقدك معناته ينبهك. حتى أنت في ملاحظتك إن شفته في فائدة توكل وواصل فيه، وإن شفته الهذربان قلع يولي. أبو خليفة، اليوم انتشرت الفضائيات الخاصة، القنوات الخاصة بالشعر. هاي تجربة. البعض انتقدها والبعض قال انها تجربة إيجابية. اليوم انت كشاعر، هل انت مع هذا التوجه بإنشاء قنوات فضائية متخصصة للشعر فقط، ولا انت تفضل انه يكون برنامج شعري في قناة عامة؟ ارضاء الناس غاية لا تدرك. غاية لا تدرك. صدق. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نزل عليه الدين وناس أيته وناس رفضته، فبالتالي هذه القنوات ما نقول ما وراها نبع، وراها نبع. لكن بعد يتخللها أمور معاكسة. نعم. لكن بالصورة العامة منفوع. شيء طيب. شيء طيب. إنزين، أتكلم عن القنوات الشعرية. لو نسألك عن المسابقات الشعرية، هل أنت مع أم ضد المسابقات الشعرية؟ كلمنا عن المسابقات، كلمنا أيضا عن الأمسيات، يعني هاي جانب آخر. كيف اليوم تشوف المسابقات الشعرية؟ كيف تشوف الأمسيات الشعرية وكيف تشوف جمهورها؟ شوفي، المسابقات الشعرية هو مو بامتحان للشاعر، لكنه تحريك للساحة الشعرية. فخاصة إذا كانت القصيدة نازلة من أمير شعرانا يعني في الإمارات، اللي هو صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد. فنزل ألغازه ونزل قصائده. صحيح. إيه، يلبون له الجميع. نعم. وكل يدلي بدلوة. يا خايب يا صايب. لكن مو بالغرض منها الجوائز وعنده. الغرض منها أن يحرك هاي الساحة الشعرية كلها. صحيح. على أساس تنبت. جايز صايبنها الجفاف. صدق. ما يها مطر. صدق. فبالتالي هو يحييها. صدقت. فهذه المسابقات تحيي. صدق. أما الأمسيات. نعم. الأمسيات مثل التنفس. هذا ما نحن نقول بالنسبة للعاشق أو بالنسبة للمحتوي، لكنها تحيي الروح وتنعش النفس وتفرح الخاطر. وكل من المستمعين هذيل اللي هم مو بشعراء يدق على الوتر اللي هو يعني. صدق. مثلا قصيدة فلان هي اللي ريحته، مو بشرط انه هي تكون. نعم. احسن من قصيدة. نعم. غيره ولا افضل. نعم. لكن هي اقرب الى حاجته. نعم. نعم. فلان يشجع فلان وفلان يميل لفلان وفلان لكذا. زين ابو خليفة، نحن لان الوقت شوي خلاص يعني بدا يداهمنا، نحن نبغي نسترجع واياك لقطات من تكريم سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، مشاهدين الكرام، عضو المجلس الاعلى حاكم الشارجه الله يحفظه ويطول في عمره، للشاعر الكبير ضيفنا اليوم حميد بن ذيبان المنصوري. بنتابع والمخرج يقول لي اللقطات جاهزه. جاهزه. نحن نقول له تو الناس، المفروض ان هاي في البدايه نحطها، لكن يعني ان اتت خير من ان لم تاتي. نتابع مشاهدين الكرام هذه اللقطات ومن ثم لنا عوده. مخرجنا والشاعر حميد خليفة بن ذيبان المنصوري. هذا جانب بكل تأكيد من تكريم سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي للفائزين بجائزة. شكرا صاحب السمو راعي الحفل لتكريمكم لهذه الكوكبة من الشعراء الإماراتيين في هذه الدورة من مهرجان الشارقة للشعر الشعبي. تابعنا بكل تأكيد. أنا أبغي أسألك بس المخرج، كم باقي لنا لنهاية الحلقة؟ 4 دقائق. طيب، في عندنا سؤال أخير حول برامج الشعر.
هل تؤيد استمرارها ولا أنت تشوف؟ لأن هل البعض ينتقد يقول في شعراء يعني لم يثروا الساحة الشعرية لحد الآن، ربما تجربتهم بسيطة، ربما يعني هم شوي عرين مثل ما يسمونهم، مو بشعراء يعني، وبدأوا يظهرون في هذه البرامج وبدأوا يشاركون وبدأوا يعني يأخذون دور النجوم كأنهم هم أصحاب خبرة وأصحاب مكانة رفيعة في الشعر، وهم ما زالوا في البداية. فأنت مع استمرار البرامج الشعرية هذه ولا؟ أنا إذا سألتك سؤال أقول لك كل من يظهر ويقول أنا يقول أنا شيخ، ترى شاعر معروف وشعر معروف. صحيح صحيح. فالصالح يخلونه والطالح يقلعونه. صحيح صحيح. لكن مو معناته هذه يقطعون الطريق عليهم. يعني يهتمون فيهم إذا كان يحسون أو يظنون أن في أمل أن هذا يسعد وينقل رسالة ويوصل موضوع. نعم نعم. لكن يهمل كلية أو تأخذ كل ما لم يتلا. نعم. ما نقول الخلاصة لكن الأكثرية. صدق. نعم. بخليفة والله نحن يعني تبى الصدق. شو رأيك بهذا؟ نحن مستمتعين صراحة اليوم. جدا صراحة مع يعني والوقت الوقت مر علينا. شكرا. شاعر كبير بمكانتك يا أبو خليفة الشاعر الإماراتي حميد بن ذيبان المنصوري، تشرفنا بك اليوم جدا. نبغي نختم هذا اللقاء الجميل بقصيدة جميلة، والكل اليوم مصر على الغزل. لا شوف، نحن بنختمها بقصيدتين. هي نعم. قصيدة واحدة تراثية هي، وواحدة بنحطها غزلية. نعم. زين، عاد عندك ثلاث دقائق. ثلاث دقائق ولا أربع اللي نحظ على الغزل بنحطها. زين. تقول القصيدة: فكري سرى واطلق عنانه على الكيف، دامه بغى وما بغى عاد كيفه، هاج السرابي صوب ناس معاريف، ربعي وفيهم شوق قلبي وليفه، في العرش خلق الله مقيض ومصايف، يوم البراحة وجشعة وفي خريفه، لهذوق ذاك الوطر لوبه تكريف، عيشة شقا ونفوس عفه نظيفه، ما خالجة صدق المشاعر خراريف، ولا ابتسامة زور صفرة مزيفة، ونقيل البحري نسايم من السيف، عاياه طول الليل بالنود ريفة، حتى النزو غط النظار له مشاريف، يبان ونبيت على الصبح شيفة، ويظول لو مسعى سفنة ويظول لو مسعى سفنهم مياديف، ونغزره وساقه وشرعهن خطيفة، قالوا شاعر الشراع ونغزره وساقه وشريحان خطيفه، ولأهل البحر وأهل البداوة تصاريف، الكد يسوى لو معيشة ضعيفة، أكرام ما حاتوا من الوجه التكليف، عيشة عسر ونفوس عاشت عفيفة، وصفوف تلقى في المسايد مواجيف، مالك وخالد جمعهم بو حنيفة، شو منا غير عن المتحارف، وإحنا زمننا غير علم وتعاريف، وأحوال دنيا بالسعادة الصريفة، بس ما نحاتي دام للمجد حريف، فاق الوصوف للرئاسة خليفة. سلامتكم. صح الله لسانك، كلمات جدا روعة، وما شاء الله عليك يعني متألق ومتميز، نحن نتقدم لك بكل الشكر صراحة، يعني سعداء جدا بوجودك اليوم. شكرا. في أماسي كل الشكر على وجودك، نبارك لك بهذا التكريم اللي تستحقه، ألف ألف مبروك. شكرا. صح. وكل الشكر طبعا للشاعر الإماراتي المتميز حميد بن ذيبان المنصوري على وجودك في أماسي، شكرا جزيلا. وفق يا أبو خليفة. بعد ما قصرتوا على هاي الاستقبال الطيب. الله يسلمك. والجلسة الحلوة. لكن علم ما قلت الوقت سرقنا. نعم نعم. صدق صدق. يعطيك العافية. إذا مشاهدينا بهذه الأمسية نكون وصلنا لختام الأسبوع أيضا وختام أمسيتنا اليوم، نحن نتمنى لكم إجازة سعيدة تقضونها في أضواء الشارقة الجميلة، بنلتقيكم إن شاء الله مع بداية الأسبوع، حتى وقتها نشوفكم على خير. مشاهدينا انتظرونا إن شاء الله يوم الأحد القادم مع أمسية جديدة وحلقة جديدة وضيوف جدد كذلك. نحن كذلك نتمنى لكم قضاء وقت ممتع مع باقي برامج ومسلسلات مؤسسة الشارقة للإعلام بقنواتها المختلفة. أنقلكم تحيات المخرج حميد سنبيت، تحيات معد الحلقة كذلك محمد حمودة، وتحياتي محدثكم محمد الرئيسي والزميلة كذلك العزيزة بوهيثة. إلى أن نلتقيكم يوم الأحد القادم، لكم منا أجمل تحية، وتصبحون على ألف خير. مع السلامة.